انت اعملها اهو، انت اعملها اهو. اللعبه دي عملناها في الحسين ب5 جنيه وكرامه لمواشم عملناها ب2 جنيه. يا باشا ده تعبان صغير، تعبان زرعاء، ده احنا كنا بنلعب بيه واحنا عيال صغير. يا باشا التعبان ده ما بيقعدش اهو، ما بيقعدش اهو، ما بيقعدش اهو. شفر بلسم باشا، التعبان عضنا بلسم باشا، تقريبا كنت وحشه فسلم عليها. امسك نفسك، امسك نفسك. هي مش شايله معانا ليه؟ احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ خلاص خلاص يا حصابت، سمك طلع من الميه بقى سي فود. انا شكلي مش مكمل معاكوا على الجزيره دي. خلص يا استاذ فرج، احنا وصلنا خلاص والدكتوره هتشوفك. يا دكتوره! وبعدين يا فرج لو كنت هتموت كنت موت من زمان. فرج فوق يا فرج فوق، انت هتعيش يا فرج، هتعيش وهنلعب بالاكل لعب. ما اظنش يا حصابت. فرج ما تروحش مني، ما تروحش مني. طبنه طبنه. اهدى يا فرج اهدى، اللي جرسك ده ثعبان سام، والثعبان السام طالما ما موتكش خلال ساعه يبقى الحمد لله، هتموت خلال 3 ساعات. يا حصتي يا حمتي، 3 ساعات ده كان سي فرج يتوغش عليا. ما تخافش يا استاذ فرج، انت زي الفل. طب اله الحنش يقرم لنا، انت زي الفل. يا دكتوره يا دكتوره تعالي، انت جايه يا بنتي؟ ما انا جايه اهو، وانا انا حامل يا بنتي. تعالي معانا مريض. انا معاكي مريض، هو ده تاني ابو شعري منكوش دراكولا اللي بيهددني. حصل ايه؟ حنش قرمه في قفاه ولسه عايش. ما هو قدامك اهو. انا قصدي على الحنش. حضرتك جايه تقلشي ولا جايه تعالجي المريض؟ يلا اتفضلي. انا مش فاهمك انت يا بنت، هي صاحب بتعالجه بالفكاه. ايوه لازم اعالجه، ولا قلش ولا اكل ولا ايه؟ يا استاذه مش وقت كوميديا، نحطه فين؟ ارميه عندك هنا. وريني. اعوذ بالله، اعوذ بالله. ايه ده يا جماعه؟ هو مفيش فرطه جاله بغيرك؟ انا حامل يا اخي، حرام عليك، حرام عليك، سرعت البيت جوه بطني لك القرف. السم الزعاف يا جماعه ماشي بشكل سريع جدا، وانا مضطر اقول لكم الحقيقه، انا هضطر استعصي الجزء الاعلى من القفا عشان يعيش. خلاص يا دكتوره، استعصي لي القفا كله. يعني هو هيعمل ايه بقفاه؟ ايوه صح، ده حتى ما بيجيبش للواحد غير الضرب. دكتوره. ها استاذ ايمن فين؟ قاعد اهو هناك، هو وفارفي بيلعبوا على الرمله. لو عوزت اي مساعده اندهي عليا. تعالي تعالي، ده انا عايزه سكينه. ليه انت هتصنخي؟ ايه الهباب ده؟ هباب؟ دي رساله الاستغاثه. بقول لك ايه، سيبك من الكلام ده، ايه رايك في الديكوريشن؟ انا اللي عامله كل ده. يهبل يهبل الديكوريشن يهبل. الله يخرب بيكم. ايه يا استاذ ايمن، فين كلمه هيلب الكبيره اللي لما الطياره تيجي تشوفها هتنقذنا على طول؟ انا غلطان ان انا اعتمدت عليك يا استاذ. يا استاذ بص المضمون الرساله، بص الفحواها. فحواها مين يا عسل؟ فين كلمه هيلب الكبيره يا فندم؟ قبل ما تستعجل وتقول ان في معاني ناقصه، اقرا الرساله الاول، بعدين تعالى واجهني راجل لراجل. استغفر الله العظيم يا رب. ما اقراها يا سيدي. يا اصحاب القلوب الرحيمه، يا اهل الخير والطيبه، يا نسور الجو، يا حيتان البحر، مدوا ايد الرحمه وانت يد الرحمه. مدوا يد الرحمه، يد الرحمه، مدوا يد الرحمه، يد الرحمه، مدوا يد الرحمه وانتشلونا من الضياع باسم كل اب ملكوم مكلوم مكلوم باسم كل اب مكلوم وام مكلومه وباسم الحياه وحق الحياه، شدوا بايدينا وانقذونا. هلب هاشتاج السنجله جنتلة. الله الله يا استاذ ايمن. بقول لك بس انت برضو يا استاذ ايمن، يعني نسيت ترسم قلب وضحكه مع الشبابيك، الحاجات دي بتفرق قوي على فكره. ايه القرف اللي انت عامله ده؟ احترم نفسك بدل ما تديلك. لا اديني، وايه الخط اللي يقرف ده اصلا؟ يقرف. ايه القرف اللي انت اهو يا سيدي الديكوريشن اهو كده. وادي ده دي الحياه، اهي دي الحياه. بس الله على النبي، ده انا صوتي اتنبح. هدي نفسك يا استاذ. انا عايز اقول لكم على حاجه، انا الصراحه مش فاكره اذا كانت هي يعني مثل ولا حكمه ولا من مسلسل ولا فيلم ولا اعلان. يا ستي احنا ما فقدناش الذاكره، قولي واحنا هنعرف. ماشي، لو جبنا حاجه كده هون ناشفه، انا مش فاكره هي ايه الصراحه، وكسرناها هتنكسر عادي، بس لو من نفس الحاجه دي جبنا كميه ورصيناهم ورا بعض كده وعملناهم بطريقه متساويه
وجينا نكسرها هتنكسر؟ مش هتنكسر. ليه؟ لأنها حزمة، لأنها كتير زينا. هو أنا كنت بقول الكلام دون ليه؟ ايه؟ مش فاكر طبعا. يا بنت احنا ناقصين توهان، حرام عليكي بقى يا شيخة. طب إله اللي فيه هيجي فيه؟ إن شاء الله مش هيجي فيه، أعمل كده مش هيجي فيه. يا أستاذ فكرني كنت بقول إيه؟ بلاش عرفني، إحنا فجأة بنتكلم في الرسالة، نطيت أنتِ. أيون الرسالة. مع احترام لذكائكم يعني كلكم والأستاذ الإعلامي وأصحاب العقول الرفيعة، إحنا مش محتاجين ولا رسالة ولا يافطة. هل فيه علامة أكبر من الطيارة اللي ساقطة في المية دي؟ دي تسد عين الشمس، ده اللي ما يشوفها. هتقب تاني. ايه معايا فيه كوية الوصوية لا؟ كوية لان شو عادي نشتين بقى ونطوشين نعشو لها. والله العظيم انا ما عملت حاجة، هي اللي وقعت لوحدها قضاء وقدر. لا هما بيقولوا حاجة تانية على فكرة، هما بيقولوا تبا لك يا بومة هتضيع اللي جابونا، كفاية نبر فيها علشان شكلك هتخربيها. انت كذاب، الناس دي محترمة، ما تقولش كده. هو بيقول سحقا لك ايتها الطائره. قال ايتها؟ اه ماشي. يا شيخ عاشين ليه؟ كوتين شيخ عاشين ليه؟ فعلا جاكي شان عمره ما استخدم دوبلير؟ ليه يا عم وثقه ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتقول يا خواجه اللي احنا ندخل نجيب الشنط؟ عاشين ليه؟ عاشين ليه نعاشوا لها؟ اهو اهو. ايه؟ دو يو مين؟ وي ويل جو اند برينج ال برينجل؟ برينجل دي يعني حبيبي يعني بطاطس. بطاطس ايه؟ برينجل فيرب اللي هو يجلب مش يجلب. استنى انا صح، انا الظهر عليا كنت صينيه. كنت صينيه بطاطس. يا ميسي جانا وميسي جانا عايزين ايه؟ بس ما تقفشوش علينا بس والنبي. يلا 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 سحقا وعيوتها. يلا يا رجاله يلا، فلتذهبوا يا رجاله الى الجحيم وتحضروا لنا الشنط. يلا يا حبايبي. فعلا هي عندها حق، الرجاله تنزل تجيب الشنط وانا هخطف العشاء واحصلكوا على طول. ايه ده؟ هو العشاء وجب؟ تعال نصلي. حاضر. الله يبارك فيك يا شيخ عربي. يلا ابنا عشاء. ايه يا اخويا انت؟ هو احنا في عز النهار. على فكره احنا في سفر وممكن نصليها في اي وقت. يعني انت بترد عليها؟ مش مستغرب انها فاقده الذاكره وفاكره مواعيد الصلاه؟ تدين في دمها. ايه دي؟ ايه هات قلب انتم يلا محص بسرعه، شكلهم لا حوض. دي مش حوض، هرش هرش اهو. لا يا لي دي الطيارة بتغرق والشنط ببالي. الشنط الشنط ببالي. انت بتعرق ايه شنطني؟ تعالي تعالي. لا لا لو سمحت. ايوه يا باشا. لو سمحت. ايوه امرنا يا حاج. انتوا رايحين كده فين؟ الطيارة بتغرق هناك والشنط ببالي. هنروح نجيب شنطني. هي اللي بتغرق دي الطيارة؟ ايوه اللي كنا فيها. ايوه. الله يلا معلش. وانتوا رايحين تجيبوا الشنط؟ ايوه يا باشا. برافو عليكم. هتجيبوا شنطكم طبعا الاول. طبعا يا باشا. وبعد كده تلموا شنط الركاب كلها وتجيبوهم. في الاخر شنطي بقى. شنطك انت؟ من عيننا يا باشا. هتلاقيها شنط شيك كده وملمعه وليها ريحه باين عليك يا باشا. الله يعينك. وانا هبقى شاكر جدا جدا. دي ليك بقى. الله يخليك يا باشا. شوفك عليه سد الدنيا يا رب. هات يا صرمي. الراجل قد ابوك يا صرمي، خلي عندك نخوه. لا خد يا باشا خلي. لازم اخليها معاك. لا يا باشا خلي. لا والله دي. لا يا باشا خلي. دي ليك انت ودي للصرمه. الله يبارك لك يا باشا. تسلم يا باشا والله. بس السؤال ده بحر محيط؟ ايوه امرني. غير الترعه؟ ايوه. نعم يعني بتعرفوا تعوموا في البحر ده؟ لا ابدا. ربنا معاكم. مع السلامه. سلام يا باشا. يلا بحرام. يلا يا محص. الحق يا محص. ماي جاد. يلا يا محص. ماي جاد. يلا تحرام. يلا يا محص. ايه رايحين فين؟ رايحين نجيب الشنط بتاعنا احنا وسلم بيه. طب لو سمحت ممكن تجيب شنطي معاكم؟ اهدي تحرام. انت بتتكلم زيني. شفت لك نيجيريه. بص هتلاقي بيربل كده وكيوت وعليها ويني ذا بو. واحد شبهك كده واصفر بس ماشي بس بياكل عسل. هو حضرتك متنح ليه؟ متنح ليه؟ لو سمحت هي بيربل اوكي؟ يظهر ان فيه لغز لازم نحله عشان نجيب شنطتي. بتقول لك بريلي يا حمار يعني استرجل بتشجعك. ايوه هو حضرتك يور سو كريزي. الله يخليكي. انت كريزي على حته الجاتوه وعايزه تتاكلي اكل. يلا بينا. لو سمحتوا بس بعد اذنكم لو لقيتوا الشنط بتاعتي هناك هاتوها لي معاكم مع كاميرا جايه زي ما انت شايف. وانا كمان شنطتي معايا. انا كمان بلديه بعدين. هنعمل ايه يا جماعه؟ ما تيلا يا رجاله خفوا
تشوفوا نفسكم ولا انتوا عايزين الستات هي اللي تنزل والرجاله تقعد تشمس؟ وبعدين انت مش ظابط؟ انا ظابط شرطه مش ظابط بحريه، وعموما هنزل عشان انا ما بخافش من اي مخاطر. يلا يا رجاله. حاضر حاضر. يلا يلا يا رجاله. خلي بالكم من هاني والنبي، طول ما انتوا بتلعبوها مش هتعض حد. ما تخافش. يلا فعنين. يلا ايمن مع الرجاله، يلا هتجيب لنا الشنط. لا علشان لو حصل لهم حاجه في المايه يبقى في معاكم راجل. اه راجل. يا جدعان يا جدعان يا جدعان، احنا مش هينفع نغوط اكتر من كده، احنا لسه على الشط ونفسنا بيروح. اقول لكم على سر، انا ما بعرفش اعوم. امال انت ايه، كنت سايق فيسبا من شويه؟ ما انت بتعوم اهو يا ابني. يا جماعه استرجلوا شويه، عيب كده، الناس حاطه ثقتها فينا، مش هينفع نخرج وايدينا فاضيه. مش هينفع نخرج وايدينا فاضيه ليه؟ نجيب لهم 2 كيلو موز عشان يرضوا علينا؟ موز ايه يا متخلف؟ احنا نخرج ببوكيه ورد، حتى الورد بيحس على التسامح. انت متخلف يا ابني. بس الفكره حلوه. فكره انت عبيط يا حبيبي. بقول لكم ايه؟ عايزين تخرجوا مش عايزين تكملوا؟ لازم نشوف حاجه مقنعه نقولها له. انا عندي حجه، ما تخرش الميه. ما تخرش الميه ازاي واحنا في وسط الميه؟ ايوه صح. خلاص خلاص خلاص، انا عندي فكره حلوه. ايه؟ احنا نقول لهم ان حاجه عضتك مثلا فخرجنا. ايه ده يا ابني؟ الفكره هتتفجس دي. دي اكتر فكره مقنعه يا ابني، طبيعي ان حاجه في الميه تعضك. هو هنعمل ايه لحد ما نخرج؟ تيجي نلعب؟ نختص ونشوف مين نفسه اقل. قصدك نفسه اطول؟ لا لا، احنا في الصعيد بنلعبها نفسه اقل. يعني اللي نفسه اقل هو اللي يكسب؟ ايوه. ماشي يلا يلا. 1 2 3. انا كسبت. ايه ده؟ لسه ما لعبناش. في حد نفسه اقل من كده؟ ايه ده، هي كده انت كسبت؟ اه. لا يا ابني احنا بنلعبها غلط في الصعيد. لا تعالى نفسه اطول، نفسه اطول. ماشي ماشي يلا. 1 2 3.